أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لنتمكن سويا من نقاش بالتأكيد أنه ضروري لاستكمال ما تم السكوت عنه وما قد لا يكون فهم كما أريد منه. وأعتقد أن هذا النقاش وهذه التسجيلات ستكون ضرورية لاستكمال البحث عن الحقيقة للتاريخ الذي نسعى جميعا من أجله. لكنني في البداية وقبل أن نبدأ، هناك عدة ملاحظات تراءت لي وأنا أتابع سواء الحلقات نفسها أو أتابع ردود الأفعال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الإعلام المحلي ومن خلال حتى بعض الاتصالات الفردية. رصدت مجموعة من الملاحظات أعتقد أنه من المناسب البدء بها. ما هي؟ أول هذه الملاحظات هو أنني أثناء حديثي عن نشأة الدولة الموريتانية وحتى ما قبل النشأة فترة الاستعمار تعرضت لدور قام به أشخاص معروفون وهم رموز من رموز هذا البلد، وأثناء السرد التاريخي لمسار هؤلاء ذكرت أن بعضهم كان مترجمين أو أبناء مترجمين وهو ما يعرف عندنا محليا بأم ماليز، وأعتقد أن البعض اعتبر ذلك نوعا من التقييس من دور هؤلاء. وأصحح مترجمين يعني عملاء للفرنسيين؟ لا، مترجم يعني هي وظيفة ترجمة للإدارة الفرنسية. نعم. هؤلاء فعلا قاموا بهذه الوظيفة ولا أعتبر أن ذلك منقص في حقهم، خاصة أن هذا الدور الوظيفي لم يؤثر لا من قريب ولا من بعيد في دورهم النضالي قبل الاستقلال وبعد الاستقلال. نعم. ذكرت أعتقد من هؤلاء المناضل أحمد والحرمة، ذكرت أحمد بابل، أحمد مسكر، أكثر الرئيس مختار ردادة والله يرحمهم جميعا. هؤلاء كلهم حقيقة كانوا أشخاص الشعب الموريتاني يكن لهم من التقدير والاحترام لما بذلوه من جهد سواء قبل النشأة وبعد نشأة الدولة، ما لا يمكن لي ولا لغيري أن يريد الاستنقاص منه. وهنا أسجل بارتياح أن هذا لم يكن أبدا موجها للنيل من هؤلاء، بل كان ذكرا لواقع تاريخي أرى وما زلت أعتقد ذلك أنه من المناسب التعاون معه بكل موضوعي. ثانيا، الملاحظة الثانية هو أن أثناء أيضا الحديث عن تلك الحقبة لاحظ بعض الإخوة الموريتانيين من طوائف أو فئات اجتماعية محددة أنني إلى حد ما غيبتهم عن دورهم الذي قاموا به في النضال ضد الاستعمار وفي تأسيس الدولة، خاصة الإخوة الزنوج. نعم. والإخوة الحراطين. أقول لهؤلاء أنني أعتبر أن جميع مكونات النسيج الموريتاني هي مكونات متكاملة متنوعة، وتنوعها مصدر ثراء كبير لمجتمعنا، ودورها بالتأكيد دور مشهود سواء في النضال ضد الاستعمار، سواء كان هذا النضال عسكريا أو ثقافيا من خلال مقاطعة الثقافة الاستعمارية. فعلا حصل أن هناك بعض النخب، وهذا حصل مع كل فئات المجتمع الموريتاني، تعاملت مع الإدارة الاستعمارية، اندمجت مع الثقافة الاستعمارية، ارتبطت باللغة الفرنسية تحديدا والثقافة الفرنسية، لكن هذا لا يمكن أن يعمم على فئات اجتماعية فيها أيضا آخرون ناضلوا وساهموا بكل جدية وبكل جهد في النضال ضد المستعمر. لهؤلاء أيضا أعتذر إن كانوا فهموا ما لم أقصده من خلال ذكري دور المحدود لتلك النخبة في التعامل مع الثقافة الاستعمارية. ثالثا أن هذا المجتمع الموريتاني مجتمع بطبعه مجتمع متسامح متجانس، ولا أعتقد أن هناك من يمكن أن يعتبر أن هناك منه من هو أسمى من الآخر أو من هو أهم من الآخر في التأثير الاجتماعي والسياسي والتاريخ السياسي خاصة البلد. وبالتالي كلهم كانوا مشاركين في هذا التاريخ، كلهم لعب دورا مهما، كلهم ساهم فيه بجهد مشكور، وكلهم ناضل كما ذكرت. رابعا، الملاحظة الأخرى أعتقد أنها خاصة بإخوتي من الفرسان. قبل الإدلاء بهذه الملاحظة أريد أن أترحم على أخويني فقدناهم، الأخ محمد السالك الذي توفي سنة 2009 والأخ محمد العبدي الذي توفي قبل أكثر من شهر بقليل. هؤلاء الأخوين ترحموا عليهم، وأتمنى من كل الفرسان أن يحفظوا لهم ذلك الدور الذي قاموا به خلال مسيرتنا التي فعلا كانت ضرورية، وكان لهم
هم بالذات دور محوري وأساسي في كل مراحلها. فالرحمة والغفران لهم، ونتمنى إن شاء الله أن تكون البركة في من خلفوه من أبناء. للإخوة الآخرين أقول أن الموضوع كان موضوع شهادة تاريخية، وهو موضوع حوار، والحوار طبعا له إكراهاته. وبالتأكيد أنني قد أكون نسيت فلانا ونسيت بعض الإخوة الذين أبدوا أدوارا مهمة، قد أكون ذكرتهم عرضا، مما قد يفهم أنه نوع من الاستنقاص من دورهم وحقهم. لهؤلاء يعتذر. هناك أيضا إخوة كان لهم دور مشهود لم أتعرض لهم إطلاقا، مثل الأخ الدكتور زيد به محمد البشير، والأخ الدكتور علي الصنيبة. هؤلاء كانوا محوريين في عمل الجناح السياسي الذي شكلناه، وهو التحالف الوطني. هناك طبعا النقيب سيدي محمد فال لم يذكر بما ينبغي. هناك النقيب بريكو المبارك الذي التحق بنا وكان له أيضا دور متميز ومن المناسب أن نذكره. هناك النقيب يربو الباب أحمد، وطبعا كان له دور في كل المراحل. هناك النقيب محفوظ للحاج، هناك النقيب بدة والسيدي، بهاه والشيخ محمد والبونة والطراح، المصطفى والسيد أحمد، الفراح والشكونة، طبعا الأخت ميلي التي شاركت لفترة طويلة في فترة المنفى. وطبعا هناك الكثر من لا يمكن أن أذكر أسماءهم لضيق الوقت، لأن نعم. المشروع كان مشروع مئات من الذين ضحوا على مدى سنين عديدة، وبالتالي لا أعتقد أن برنامج كهذا سيتيح لي فرصة ذكر كل واحد بخصاله، التي بالتأكيد أنا أول الشاهدين عليها. هناك من لا أذكرهم لكن التاريخ ذكرهم، وهناك من لا يريدون أصلا أن يذكروا لأنهم آثروا أن يكون ما قاموا به للباقية وليس لهذه الفانية. طبعا هناك موضوع آخر لا بد من الوقوف عنده، وهو أن بعض الإخوة في الفرسان اعتبروا أن الحديث في تفاصيل معينة هو نوع من الاستهداف لهم. لهؤلاء يقول أنه لا يمكن أن أستفز أي منهم، ولا يمكنني أن أستنقص دور أي واحد منهم، لأن هؤلاء جمعتني وإياهم تجربة حقيقة بأن أعتز بها، أن أعتز بها طبعا، وأعتز بهم كجزء منها، ولا يمكن لي أن أكون ممن يبخسون الناس أشياءهم. قد لا أوفق أحيانا في ذكري المكتمل لكل دور هؤلاء، وقد أكون مضطرا لإحساس بالمسؤولية التاريخية وبالضرورة الموضوعية التاريخ ذكري ما قد يراه البعض أنه استنقاص منه كشخص، لكنني عن كل ذلك أعتذر وأقولها لأنه لم يدفعني لذلك إلا الحرص على الحقيقة والحقيقة فقط، وأني مستعد لتحمل ثمن قول الحقيقة، لأنني أرى أن قول الحقيقة لا بد له بالتأكيد من ثمن. لكنني في النهاية لم أستهدف أي منهم، ولا أريد أن أمس أي منهم في شعوره، لأنني أعتبر أن كل واحد منهم يمثلني وأنا أمثل كل واحد منهم، وبالتالي أعتقد أن ما حصل فعلا هو كان لضرورات تقتضيها الموضوعية التاريخية لا يمكنني أن أتجاهلها. هل تريد